اللي هنعمله معاكم ده بيحصل لأول مرة. لأول مرة هنعمل مغامرة كاملة وهندخل معاكم وهنعرف كل تفاصيل البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، أطول برج في أفريقيا كلها وتاني أطول برج في الشرق الأوسط. لو عايز تعرف قد إيه اللي احنا واقفين قصاده ده حاجة ضخمة وكبيرة، الارتفاع ده أكتر من الهرم مرتين، الهرم 150 متر، يعني لو حطيت الهرم مرتين فوق بعض هتبقى تحت البرج ده ب 100 متر كامله تقريبا. برج القاهره اللي جه بعد الهرم وبقى اطول بناء في مصر كلها وافريقيا كلها فتره كبيره جدا، ده قده مرتين، يعني محتاج تحط برج القاهره مرتين فوق بعض. برج القاهره بيتكلم في 187 متر، اطول من برج ايفل. برج ايفل فضل اطول برج في العالم لمده 40 سنه، طوله كام؟ 300 متر، ده 385 متر. ولكن ده مش مجرد برج ايقوني، في تفاصيل كتير جدا، في صعوبات كتير جدا في بناء، في حاجات كتير جدا هتبقى موجوده هنا في منطقه الابراج في العاصمه الاداريه الجديده. تعالوا نشوف ونخش معاكم مغامره لاول مره في البرج الايقوني، اطول برج في افريقيا، دي الزاويه الوحيده اللي احنا نقدر نجيب منها البرج مع الاسف، وبقى انا طالع معاها فيكم، انتوا مش متخيلين مصورين معانا عاملين ايه عشان تقدر تتصور جنب البرج، عشان تتصور وتجيب البرج ده كله انت محتاج مجهود كبير جدا. يلا بينا تعالوا نخش مغامره خاصه جدا داخل البرج الايقوني لاول مره. يلا احنا دلوقتي هناخد الاسانسير وهنطلع للدور ال 74، ده الدور السياحي والدور الرئيسي اللي موجود هنا في الايكونيك تاور. خليني اقول لكم ان الاسانسير الرئيسي اللي موجود هنا سرعته 7 متر في الثانيه الواحده، بياخد ال 74 دور دول في حوالي 50 ثانيه، واحد من اسرع الاسانسيرات اللي موجوده في العالم، فكل حاجه موجوده هنا مميزه جدا وقويه جدا. خليكم معانا هنطلع فوق نشوف فيه ايه. يلا وصلنا الدور ال 74، 360 متر ارتفاع، المكان الاعلى في افريقيا كلها. تعالوا بس قبل ما نشوف العظمه اللي بنشوفها من هنا اوريكم المكان بعد ما هيخلص هيبقى شكله عامل ازاي. ده المشهد اللي هتشوفوه هنا بعد يعني فتره قليله جدا، ده المشهد اللي شغالين عليه دلوقتي، حاجه فوق العظمه بشويتين ثلاثه. ده المشهد اللي بتشوفوه من هنا، لكن هاخدكم دلوقتي للمنطقه المركزيه اللي اتبنت عليها العاصمه الاداريه كلها. هقول لكم بس قبل ما نوصل كده او احنا في الطريق ان لحد دلوقتي كل ده حاجه تجريبيه، لسه المكان ما اتقفلش، لسه المكان تحت الانشاء زي ما بيقولوا، دي اول جوله بتتعمل هنا على الاطلاق، فلسه ما فيش حاجه اتقفلت، احنا هنا مجرد بنوريكم ايه اللي هيحصل. تعالوا بقى عشان دي النقطه الرئيسيه اللي اتبنت عليها العاصمة الإدارية. طبعا المكان هنا هيبقى فيه تلسكوبات تقدر تبص منها وأنشطة ترفيهية كتير جدا، لكن هم محددين لك البوينت اللي اتبنت عليها العاصمة الإدارية كلها، دي السنترال بوينت أو you are standing on the central axis of the new administrative capital. انت دلوقتي واقف على النقطة المركزية اللي اتبنت عليها العاصمة الإدارية كلها، وبتقدر تشوف الفيو من هنا، النهر الاخضر قدامك. خليني اقول لكم ان تعالوا كده، تعالوا اوريكم حاجه، الخيالات السوداء اللي انتم شايفينها تحت دي ده السحاب، يعني من كتر الارتفاع عالي انت بتشوف الظل اللي عامله السحاب على الارض، عشان تتخيلوا معايا احنا قد ايه مرتفعين. نفس السنترال بوينت موجوده الناحيه الثانيه، وتعالوا نتفرج عليها ومن هناك بقى هتشوفوا المشهد للابراج اتبنت قد ايه وقد ايه بقت شكلها عظيم دلوقتي. يلا بينا. طبعا هنا الشركة القائمة او القائمين على تنفيذ المشروع هم شركة صينية، وبيحتفلوا طول الوقت بالعلاقات المصرية الصينية، وده احتفال ب 66 سنة على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية. لحد ما نوصل للمركز الرئيسي او للسنترال بوينت التانية اللي فيها مشهد تحفة جدا، ده اول سفير لمصر في الصين بيروحوا للزعيم جمال عبد الناصر واستقبال
الزعيم جمال عبد الناصر للرئيس الصيني في الوقت ده ووصوله مصر وهو بيأدي التحية العسكرية للاستقبال العسكري اللي اتعمل له. وهنا دي عجبتني قوي، ده يمكن اول مرة تشوفوها، دي المظاهرات اللي اتعملت في الصين علشان ضد العدوان الثلاثي على مصر. شوفوا قد ايه مظاهرات ضخمة جدا وكاتبين بالصيني كلام ضد العدوان الثلاثي على مصر، ضد بريطانيا طبعا وفرنسا واسرائيل في الوقت ده. يعني انا اول مرة اعرف ان كان في احتجاجات بالشكل ده وبالحجم ده في الصين على العدوان الثلاثي على مصر. وطبعا كل دي حاجات يعني بيحفزوا بيها نفسهم، هم بيبنوا، هم بيشتغلوا فيه هذا المكان التاريخي يعني او المكان الايقوني اللي بيتعمل لمصر كلها والافريقيا كلها، اطول بناء في افريقيا والتاني في الشرق الاوسط. وبنوصل للمنطقة الرئيسية، المنطقة الرئيسية اللي اتبنت عليها العاصمة الادارية كلها، ده المركز الرئيسي للعاصمة الادارية هنا في قلب العاصمة. تعالوا بقى شوفوا شكل الابراج، انت بتبص بتحس فعلا ان انت في عالم تاني، بتحس فعلا ان انت في عالم تاني، بتحس ان انت سافرت لدولة تانية، الجمهورية جديدة زي ما بيقولوا. طبعا عشان تبص تحت يعني المنظر مرعب، يعني عشان تقدر تبص تحت كده او 360 متر احنا واقفين فوقهم هنا فوق الارض. طبعا كل حاجة هنا فيها تفاصيل كتير، يعني المنظر الهلالي اللي تحتنا ده هتبقى مجموعة فنادق. اللي على يميننا دول اطول ابراج سكنية في افريقيا كلها، يعني ده البرج الاطول في افريقيا، ده هيبقى بقى اداري وفنادق وترفيه ومزار وحاجات كتير جدا هتبقى موجودة هنا. اطول ابراج سكنية موجودة في افريقيا كلها هي الابراج اللي موجودة على يميننا هنا. المركز الرئيسي اللي احنا واقفين عليه ده على امتداده بطوله هيبقى فيه منطقة ترفيهية، وفي الوش هنا فيه مجموعة كافيهات بتبقى بتبص علينا. خليني اقول لكم ان في معدات دخلت افريقيا لاول مرة عشان تبني البرج اللي احنا واقفين عليه ده، يعني عشان دايما انت لما بتشوف مبنى بتشوف السقالات اللي طالعه فوقيه او الحاجات الرافعات زي ما بيقولوا اللي بتطلع عشان تبني هذا المبنى. مبنى بالحجم ده تخيل انت ازاي بترفع الحاجات عليه، ده بيتعمل برافعات مخصصة بتبقى متسلقة، يعني الرافعة نفسها بتتسلق، بتبني دور وبعدين بيتسلقوا بيها، هي نفسها بتتسلق وتطلع تبني الدور اللي فوقيه. فدي اتجابت مخصوص ودخلت مخصوص افريقيا كلها لأول مرة عشان تبني المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. يعني لو بصيتوا هنا كده، تعالوا اوريكوا عشان تتخيلوا المشهد، اللي تحت دي هي الرافعات اللي بترفع، فدي بتبقى ثابتة في الارض وبترفع الحاجات فوق الابراج وفوق حتى ناطحات السحاب. لكن بالحجم والارتفاع اللي احنا فيه ده مستحيل تجيب حاجة تبقى محطوطة في الارض كده وترتفع كل الارتفاع ده، فالرافعة نفسها بتبقى رافعة متسلقة بتتسلق هي ناطحة السحاب وتطلع، كل ما تبني دور تطلع تتسلق وتبني الدور اللي قبل. حاجة مبهرة جدا طبعا اللي احنا شايفينه ده مجرد 10% من اللي هيحصل بعد المشهد كله ما ينتهي، يعني يمكن اقل من 10%. فانت لك ان تتخيل انت حرفيا جوه السحاب، حرفيا تقريبا في ارتفاع السحاب، وشايفين تحت السحاب شايفين كل العاصمة الادارية اللي في وشنا ده، مجلس الشعب. هتلاقوا قدامكم كده هنا اطول سارية علم في العالم كله موجودة قدامنا، طبعا مجلس الوزراء موجود قدامنا، الاحياء السكنية، طبعا النهر الاخضر ممتد على طول العاصمة الادارية، العمدان اللي معمول عشان يبقى ناطحة السحاب دي اطول برج سكني، فتبقى العمدان بيسموها عمدان شجرية هي اللي معمولة دي بحيث ان يبقى المكان او الدور على كل الارتفاع ده. فكمية ابهار غير طبيعية موجودة هنا في منطقة الابراج. خلونا بس قبل ما نمشي من هنا اقول لكم ان البرج كله مبني على او مستوحى تصميمه من المسلات الفرعونية، المسلات اللي هي كانت رمز النصر في ايام الفراعنة وكان ليها حاجات كتير جدا عايشة في ذكرياتنا كلنا، التصميم ده متاخد منها. تعالوا بقى عشان هنروح للتوين تاورز دلوقتي حالا، يلا بينا.